بهنئ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالخير يا رب والبركات. برغم يعني بنشوفوا إحنا الحروب اللي بتمر علينا والدمار، حيكون عندنا عيد زي أي دولة تانية، وإن شاء الله يا رب بيكون عيد حلو علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية. وإحنا هاي بنتمنى إن شاء الله يرفع الحصار عن غزة بالقريب العاجل إن شاء الله، وإحنا هيدا من عقد ما بنقدر بندبر حالنا في الوضع المأساوي في غزة. وهي يعني ما فيش تغير، يعني العيد اجا واحنا برضه الحصار مستمر علينا واشد من الاول، يعني ما فيش جديد، يعني كنا نتمنى يكون في جديد السنه، لكن هو الحصار وهو الانقسام، وبنمر بظروف اسوء كل يوم، الظروف بتكون اسوء من العام اللي قبله، يعني متأملين يعني العام الجديد يجي يكون في خير ان شاء الله. وبرضه هو قصة المعبر مسكر، معبر رفح فيش جديد، كمان فتح 5 أيام، وخمس أيام ما بتحلش الأزمة، لأن حوالي أكثر من 30,000 واحد مسجل، أكثر من 30,000 واحد مسجل للسفر، 5 أيام ما بتحلش الأزمة. الوضع أنت شايف الوضع صعب شوي علينا، وفي يعني شوية هيك أزمة في يعني في غزة، في أزمة فيش أزمة، والوضع صعب شوي. شايف الناس كيف، قبضات ما فيش، رواتب ما فيش، يعني قبل امبارح نزلت الراتب، ما حركش البلد، ما حركش السوق، مش فاهم كيف، يعني ايش اللي بيصير في غزه.